خليني أقول لك إنه في 2017 العالم كله فاق على إنه في شاب صغير قوي متجوز واحدة كبيرة قوي في السن فاز بانتخابات الرئاسة الفرنسية واسمه ماكرون. وبعدين قالوا ده فرفور وبيحط أحمر وحاجات كده. وبعدين في 2022 الشاب ده نفسه فاز قدام اليمينيين المتطرفين وخد الولاية الثانية والأخيرة ليه. الولاية الثانية دي تنتهي لماكرون في 2027. يعني ماكرون الولاية الثانية بدأت 2022 وتنتهي 2027. فجأة امبارح كده ولا أول امبارح كان في قاعدة في البرلمان الأوروبي، الحزب بتاع ماكرون دخل الانتخابات بتاع البرلمان الأوروبي خد حوالي 15%. الحزب اللي ضده في فرنسا أخذ حوالي حاجة و30 31% تقريبا. يعني الحزب اليميني أو التجمع اليميني في فرنسا حصل على مقاعد في البرلمان الأوروبي حوالي 80 مقعد، أكتر تقريبا النص، أكتر زيادة من حزب ماكرون. ماكرون يعمل إيه بقى؟ ده اللي احنا هنحكي لكم عليه. فأيها الأحرار في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيلم الإرهاب والكباب شريف عرفة ووحيد حامد وعادل إمام، كان في شاب سوداني جميل كده، عادل إمام دايما يخش الحمام يلاقيه ويقول له جملة واحدة كانت إفيه ولا زال عايش في أوروبا والدول المتقدمة. فاكرين الشاب ده؟ ده كان مخرج سوداني. الزعماء هناك عندهم حس وشعور بالمسؤولية، لما تحصل مشكلة أو إخفاق من أي نوع اقتصادي أو سياسي بيتحملوا المسؤولية وبيرجعوا الكرة في ملعب الشعب، عشان الشعب هو السيد، هو الحكم، لأن هناك الشعب هو السيد بجد مش شعارات. شفنا ده امبارح في فرنسا اللي كان فيها انتخابات للبرلمان الأوروبي، زي ما حكيت لك بينتخبوا ناس من كل بلد أوروبي في الاتحاد الأوروبي في البرلمان الأوروبي. فاللي حصل إن اتحاد اليمين المتطرف أخذ مقاعد ضعف حزب النهضة بتاع ماكرون اللي تنتهي فترة ولايته الثانية 2027. ماكرون حس ان دي ممكن تكون قلق، رساله شعبيه ضده، فعمل سابقه غريبه باعلن حل البرلمان الفرنسي واجراء انتخابات مبكره، رغم انه مش مجبر على ده، لكن قال انا عندي ثقه في ان الشعب نرجع له الامر تاني، المقاليد تبقى في يد الشعب. وده الخبر اللي كان نزل غلط في الاول اهو، ماكرون يعلن حل البرلمان ويدعو إلى إجراء انتخابات في نهاية حزيران الحالي، واليمين يعلن استعداده لتولي السلطة. الله، ماكرون الحقيقة استند على المادة 12 من الدستور الفرنسي اللي بتقول له تشاور مع البرلمان الفرنسي ومع رئيس الحكومة ومع الدنيا والدون والحاجات دي، وقعد كده وحل تقدر تحل. فماكرون طلع قال للشعب الفرنسي الكلام ده: الرئيس الفرنسي طلب من الفرنسيين تقرير مصيرهم، وذلك بعد إعلانه المفاجئ بحل الجمعية الوطنية والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. قررت أن أمنحكم اختيار مستقبلنا عبر الانتخاب. قررت حل الجمعية الوطنية، كما أوقع قرار الدعوة إلى انتخابات تشريعية التي ستنظم دورتها الأولى في 30 من يونيو، ودورتها الثانية في 7 من يوليو. هذا قرار خطير وعظيم، لكنه قبل كل شيء إجراء للثقة. أثق في قدراتكم أعزائي المواطنين وقدرة الشعب الفرنسي في اتخاذ القرار الصائب له وللأجيال المقبلة. إعلان الرئيس الفرنسي جاء بعد فوز اليمين المتشدد الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Ce n'est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l'Europe, dont celui de la majorité présidentielle. Les partis d'extrême droite, qui ces dernières années se sont opposés à tant d'avancées permises par notre Europe, qu'il s'agisse de la relance économique, de la protection commune de nos frontières, du soutien à nos agriculteurs, du soutien à l'Ukraine, ces partis progressent partout sur le continent.
لو خدت بالك حضرتك ماكرون طلع امبارح لابس زي ما انت شايف كده، نشوف كده بدله سودا جرافته سودا. الراجل بيأدي كل اللي عليه، صوته مهزوم فعلا، لان احزاب اليمين المتطرف الديمقراطي اخذت حاجه و80 مقعد في البرلمان الاوروبي. ورغم ان ده ممكن ما ياثرش على فرنسا بشكل مباشر، لكن التاثير هيبقى قوي جدا في اوروبا. فالراجل قرر انه يرجع الموضوع للشعب تاني. ممكن تكون دي حيله من ماكرون. ممكن ماكرون يكون بيلعب قمار على مستقبله السياسي او على مستقبل حزبه النهضه. ممكن اي حاجه في الدنيا، عشان بس ما طلعش ماكرون انه من المبشرين بالجنه خالص. ده لعين 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 يعني. ناس كتير قالت ان ماكرون بيلعب قمار على مستقبله. ناس كتير قالت ان ماكرون لئيم. الحكايه حاسه كده، طب نرجع بقى الشعب تاني ونكشف احزاب اليمين المتطرف، لانه في كلام ان احزاب اليمين المتطرف هتسقط برضه لو اتعملت انتخابات زي ما ماكرون عايز كده. ممكن سياسه لعبه دنيئه جدا ممكن، لكن في الاخر انت ما سمعتش الجمله دي. ما سمعتش الجمله اللي قالها السيسي اللي هيقرب منها. ايوه، محدش يفكر ان طولة بالي وخلق الحسن معناه ان البلد دي تقع. قسما بالله اللي هيقرب لها لا اشيله من فوق وش الارض. والفيديو ده الراجل لطيف جدا. الراجل قال لك وخلق الحسن، يعني امال ايه؟ يعني الراجل قال لك هشيله. وفيديو تاني بيقول لك برضو هو اللي ما قدرش يعمل لي جاي. لا، ماكرون ما عملش كده. قد يكون ماكرون بيلعب لعبة قمار. قد يكون ماكرون بيغامر، ودي حيلة منه عشان يكشف اليمين. لكن في الآخر الكرة في إيد الشعب. إنما في مصر وبلادنا العربية اللي بتحكمها أنظمة مستبدة، الوضع حضرات مختلف. إحنا عندنا الحاكم عامل زي المرأة سيئة السمعة اللي عندها ماضي مش عايزة تفتكره. البلد اللي حد مش عرفك فيها شلح واجري فيها. محدش عايز حد يفكره بوعوده أو بفشله. ولكن مشكلة أي مستبد في العصر الحديث أن الماضي مع الأسف متسجل. متسجل بالصوت والصورة. متسجل يا حضرات، مهما حاولت تحذفه أو تمحيه، مهما طلعت لجانك المغيبة المخطوفة ذهنيا، تفضل تقولك أنت السيد وأنت البطل. هيفضل الماضي ده يا حضرات بيطردك لعنة، بتطردك وتقلق راحتك واستقرارك. من الماضي ده مثلا مجموعة من البوستات والفيديوهات اللي بدأ يتم تداولها من تاني لتصريحات الكذاب الأشر وفشل وتمسكه بالكرسي رغم رفض الناس لي. زي كده، لن أتخلى عنكم إلا إذا كانت هذه رغبتكم. 26 إبريل 2017، خلق الحسن كان طافح شوية. بعدها من أقل من سنة، بعدها على طول بأقل من سنة، طلع يلوم الشعب عشان الشعب طالبه بالرحيل ويعاير الناس بأن هم فقراء قوي. بعدها بأقل من سنة، أفكر حضرتك إحنا دخلونا في أمة ذات عوز. عارفين أمة العوز؟ أمة الفقر. دخلونا فيها، ولما أجي أخرج بيكم منها يقول لك هشتاجر حال يا سيسي. لما أجي عايز أخرجكم من العوز وأخليكم أمة ذات شأن بفضل الله سبحانه وتعالى تعملوا هاشتاج ارحل يا سيسي. ازعل ولا ما ازعلش؟ فدي ازعل. ويا ريته زعل، يا ريته زعل. ده زعلنا من ماضي السيسي الاسود اللي بيطرده، وكلامه قبل وصوله الحكم اللي بيطالب فيه اي مرشح ما يقدرش على الحكم انه ما يجربش في مصر، لان المرحله عايزه اسود اذكياء امناء زي ما هو قال في 2014. من فضلكم في اللي مش قد الموضوع يبعد دلوقتي. البلد دي، انا اسف اللي بقول كده، اللي مش قادر يبعد بصراحه مش هينفع. ما تجيش تجربه معانا لو سمحتوا، ما تجيش تجربه في مصر دلوقتي. مصر عايزه رجال وسود عقلاء عباقره، مش عايز حاجه من الدنيا. في كده
هو ده المطلوب. لكن ما تجيش تجرب بقى. وهو كان عملنا كلنا معمل، دخلنا المعمل كلنا وجرب فينا يعني. كلنا شفنا خلال السنوات الغبرة مغامراته اللي ودت البلد في داهية. مغامراته اللي أفكر حضراتكم بالصادق الأمين بقى، ما لبستكمش في الحيطة، مغامرات الصادق الأمين. نبدأ من إين؟ 2015. في 2015 غامر بينا وحفر تفريعة في سنة دمر الاحتياطي النقدي على حد قول الأستاذ هشام رامز. في 2015 راح وقع سد النهضة مع السودان وأثيوبيا وضيع حق مصر في النيل. في 2015 كانت سنة غبرة، قرر إنشاء العاصمة الإدارية اللي كلفت مصر 45 مليار حتى الآن، مرحلة أولى. في 2016 أخذ قرض صندوق النقد، وده فتح الباب لبيع أصول مصر ورفع الدعم، وانهار الله يرحمه ويحسن إليه حضرة صاحب الفضيلة الجنيه. عوم الجنيه من 7 جنيه بقى ب 18 جنيه. في 2016 راح وقع اتفاقية تيران وصنافير، والملك الملك سلمان حط رجله في، قال له مش هنزل غير لما تمضي الاتفاقية، على حد قول الأستاذ مكرم محمد أحمد. في 2020 راح وقع اتفاقية الحدود البحرية مع اليونان، وتخلى عن ضعف مساحة دلتا مصر عن مياهنا البحرية مليارات من احتياطي الغاز. طبعا ما بين 16 و 20 في جبنا جونيا مصريين، وطلع انه ما كانش في ماتش اصلا. في 2024 بقى خد عندك، باع اراضي راس الحكمة للامارات، تخلى عن منطقة حدودية استراتيجية، اتفاق جديد مع صندوق النقد مزيد من بيع الاصول ورفع الدعم وانهيار العملة وتعويم رابع للجنيه، وانهار حضرة صاحب الفضيلة الجنيه اللي وصل من 30 ل 50 جنيه. ما تجيش تجربه في مصر. حضرات السادة، من 2015 ل 2024 عبد الفتاح السيسي ما بيعملش حاجة فينا غير انه بيجرب. والغريبة انه بيجرب، يعني بيعمل المعادلة هي هي، وتسقط ما هي تسقط بيعملها برضه. من الماضي الأسود للسيسي كلامه عن الدولار اللي هيحاول يوقف نزيف الجنيه قدامه ويقلبه. حد فاكر البوست ده بتاع السيسي؟ ده ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه يعكس الأداء الاقتصادي لمصر على مدار الخمسين سنة الماضية، ونحن نعمل على إيقاف ذلك النزيف والتحول للاتجاه الصاعد. الكلام ده كان في 18 يناير 2018، وراحوا 4000 حمار عملوا له إعجاب، 4000 بغل عملوا له إعجاب، قال لك إحنا هنوقف النزيف في 2018. وكلنا شفنا وعد الصعود اللي تحول إلى السقوط في بئر الهواية الهوية خلال سنين الغبرة. تعال بقى أتفرج كده على رحلة السقوط في الهوية، رحلة الجنيه أمام الدولار من الموقع ده وعلى مسؤوليته. وطبعا إحنا عشنا، كان بقى 7.15، في 8 يوليو 15 بقى ب 7.83، في 22 مارس 2016 بقى 8.88، في 5 نوفمبر 16 بقى ب 15 جنيه شحط محط، 15 جنيه 56، في 21 ديسمبر 16 بقى ب 19 جنيه 66، في 23 مارس اللي هو بيان مارس لعبد الناصر، في 23 مارس 22 بقى ب 18 جنيه 55، في 31 اكتوبر 22 بقى ب 23 24، في 1 نوفمبر 22 بقى ب 24 17، في 13 يناير 23 بقى ب 29 54، في 11 ابريل 23 كان ب 31 4، في 4 مارس بقى ب 50 جنيه، من 7.25 لحد 50 جنيه. ده الوعد بتاع حضرته الفالح اللي قال لك البلد محتاجه عباقره. من الماضي السيء للجعر انه مش قادر يهرب من وعوده. فاكر لما وعد بمساعده الغلبان وترخيص الاسعار ومنها اللحمه اللي النهارده اصبحت في متناول عليه القوم بس. افكرك بالسيسي في 2014 لما قال لك اقدر اعمل اليات الغلبان، ارخص اللحمه، وانا عارف انا بقول ايه. اسمع، هو بيتكلم يعني ممكن يجي لغايه مصر هنا في حدود 30 جنيه بس، وانا بتكلم كلام مسؤول، خلي بالكم بس، انا بتكلم كلام مسؤول. احنا قوات مسلحه بنجيب وبنشتري وبنعمل. طب حط 10 جنيه يا استاذ ابراهيم عليه وبيعه ب 40؟ وبيعه ب 40. يعني ده الوقت اللي احنا يعني محتاجين نفهم ازاي
قدرة المصريين هتتحفز. أنا كده ما وقفتش جنب الغلبان يا أستاذ لميس. طب بس أنت كهنا كدولة بقى آليات السوق بقى أنت بتتكلمش عن آليات السوق بقى وقطاع خاص. طيب ما هو هتعمل معايا ده هتبقى أنت تفهمت الموقف. طب ما عملتش ده أنا هعمله. يعني في أدوات لضبط ورقابة أنا هعمله وهقدر أعمله. أنا بقول كده أنا هعمله وأقدر أعمله. إن ما كانش الأسعار هتتظبط منتج ومستورد مش كمراقب ومتابع للأسعار. أنا بقول تاني أنا هعمل آليات موازية يا أستاذ إبراهيم للأسواق إذا ما كانش الناس هتساعدني في إن هي تخلي بالها من الغلبان. الأستاذ إبراهيم لسه موجود يا جماعة؟ والأستاذ لميس لسه موجودة؟ والأستاذ الجعير لسه موجود؟ أيوه. فين الثقة بقى؟ راحت. أخبار الأسعار إيه بقى؟ خد الخبر ده كده يا حضرات، خد الخبر ده على طول كده. أسعار مرتفعة رغم الإقبال المحدود، أسواق اللحوم في مصر بين نقيضين. إيه بقى؟ شهدت أسواق اللحوم في مصر حالة من التناقض قبيل عيد الأضحى الذي يحل منتصف الشهر الحالي. كل سنة وحضراتكم طيبين. إذ يعاني المستهلكون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار بينما يشكو التجار من ضعف الإقبال. وأبلغ مستهلكون موقع الحرة عن عزوفهم هذا العام عن شراء الإضاحي، إذ يقول منصور 45 عام، فينك يا منصور وفين ولادك، موظف حكومي رب أسرة مكونة من 5 أفراد، قال مش يعني لن هشتري أضحية الأسعار نار. أنا مرتبي يدوب بالكاد يكفيني أنا وبناتي، أنا وأبنائي الثلاثة. ثلاثة منين؟ ما هو ومن أجل فرح، عشان يعني من أجل أفرحهم هشتري لهم 2 كيلو لحم ونص كيلو كبدة. الأمر ذاته تؤكد صفية 35 عام التي تقول لموقع الحرة نحن عايزين نحتاج نقاطع اللحمة، الأسعار مش راضية تنزل، ومحدش يعني لا أحد يفتكر غير بيفكر غير في نفسه، يعني اللي الذي معهوش لا يمتلك فلوس ما يقدرش يشتري كيلو لحمة لعياله في العيد. وارتفعت أسعار اللحوم في مصر منذ ما يقرب العام بنسبة تجاوز 40%. أمال إيه؟ أنا بقول خلي بالك أنا عندي آليات. حسب عضو شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالجيزة سعيد زغلول، ويقول زغلول في اتصال هاتفي مع الحرة أن الأسعار وصلت إلى مستويات مبالغ فيها، ليتراوح سعر كيلو جرام اللحمة، كيلو جرام من اللحم المذبوح ما بين 450 و 480 جنيه. أنا بقول خلي بالك يا إبراهيم، يعني هيوصل مصر كيلو اللحمة ب 30 جنيه؟ قول حط عليه 10 كمان. ايه قول حط عليه 10؟ يعني بقى بكام يا استاذ لميس؟ 40. قالت له طب واليات السوق؟ ناس حافظه بقى، ناس امال ايه؟ مثقفين يا بيه. لا انا هقدر اظبط. وبعدين احنا بنتكلم في اللحمه، سوري لحمه ايه يا بيه؟ ده رغيف العيش زاد 300% وبقى ب 20 قرش في عهد الجعر بتاع الغلبان. كمان من الماضي اللي اصبح كاموس ولعنه بتلاحق السيسي كلامه عن الكهرباء اللي أصبحت في عهده سلاح قاتل بيقتل المصريين حرفيا. آخرهم في 40 شخص، 40 روح من أهلنا في أسوان ماتوا، ما ماتوش في حادثة على الطريق، لا ما انهارش بيهم كوبري، لا 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 لا، ما اتقلبتش بيهم معدية خالص، ما راحوش في قصف صاروخي أبدا، راحوا بسبب الكهرباء، ماتوا من الحر. أفكرك بقى بوسط الجعيرة ده في يناير 2018 قال لك كنا بنعاني بشكل كبير من أزمة كهرباء في 13 و14 واستطعنا حلها الآن، بل ونسعى لأن نكون جسرا لنقل الكهرباء لدول المنطقة شرقا وغربا وأوروبا وأسيا وأفريقيا والقارة المفقودة اسمها إيه؟ مش مهم. و93 بغل عملوا لايك، و 36,000 طبعا قالوا له بقى حاجات بقى، و 43,000 عملوا شير، بينما النهارده في 24 في 40 حالة وفاة بسبب الحرب. حضرتك قدمت بيان عاجل لدولة رئيس الوزراء بسبب طبعا انت عارفه وحضرتك تابعتي والساده المشاهدين كلهم تابعوا على مدار يومين ان اسوان سجلت اعلى معدل ارتفاع درجات حراره خلال اليومين اللي فاتوا، تقريبا يعني تعدينا او يعني قربنا على 50 درجه، وتسبب طبعا ل 40 حاله وفاه. بس 40 بس 40 بس يا بيزو، تسبب طبعا في 40 حاله وفاه. ده لو 40 قطه كنت قمت عليها البلد،
ده لما اتقلب القطر ايام الرئيس مرسي طلع قال له يا جاحد، عمرو اديب طلع قال للرئيس مرسي يا كافر يا جاحد، وطلعت قالت له مش قد الشيله ما تشالش عشان حادثه قطر. عدد اللي توفوا فيها كان عدد يعني ربما اقل من كده، ربما 40 روح راحت بسبب الحر، وطلع النائبه تقول لك طبعا تسبب طبعا في 40 حاله وفاه، بس انا اسف في 40 خروف ماتوا، 40 معزه، 40 نعجه، 40 اي حاجه يعني، ده لو 40 نخله كانت الدنيا قامت عليهم. من الماضي اعتراف السيسي بزياده الديون لارقام خرافيه، وكتب الكلام ده اهو عبد الفتاح، ال الدين العام قفز من 700 مليار جنيه الى 3 تريليون جنيه، ابدع انطلق، يا ريتك ما ابدعت ولا انطلقت. قام عمل ايه بقى؟ ابدع الراجل، ابدع وانطلق قوي. قدام هذا الماضي المرير ايه اللي ممكن يعمله؟ ايه الحل؟ ايه الحل؟ لو انت عافاك الله مكان الجعر وعندك ماضي كده تعمل فيه ايه؟ ما انت ما قدامكش حاجه غير انك انت تروح تعمل عمره او حج وترجع عشان يعني خلاص تغسل ذنوبك، او تعمل زي ماكرون وتلعب اللعبه ربما الخبيثه بتاعته وترجع الامر للشعب، صح؟ ما قدامكش غير الحلين دول. لا 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 لا، احنا مش كده بقى، احنا ما بنلعبهاش كده، احنا عندنا بوستات قديمه فيها فضايح وهتايك وجرف واكاذيب الاولين، نعمل ايه بقى؟ هنوديها تعمل عمره؟ لا مش معقول. قوم نعمل حاجه بسيطه قوي، نحذف البوستات اللي عليها تفاعل. اه والله البوستات اللي زي دي نحذفها، زي البوست الاخير بتاع الديون اللي السيسي حذفه فعلا النهارده بعد ما الناس مسكت له الديون، اهو ادي صوره البوست، هذا المحتوى غير متوفر حاليا. عندما يحدث هذا عادة ما يكون بسبب قيام المالك بمشاركة المحتوى مع مجموعة صغيرة من الأشخاص فقط، أو تغيير الأشخاص الذين يمكنهم رؤيته، أو أنه قد تم حذف المحتوى انتقال إلى آخر أخبار. حذفوا الجعر، حذفوا، حذف الإنجاز الوحيد اللي اعترف به واللي زاد بعد كده لأربعة تريليون. شايف البوست؟ افكرك بالبوست اللي حذفه، هات البوست اللي حذفه تاني كده، اللي هو ده اللي هو الدين قفز اهو، الدين العام قفز من 700 مليار الى، احذف ده، زاد بقى بعد كده، ده انطلق ب4 تريليون قبل ما يوقف اي اصدار اي رقم عنه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، يعني بيخبي الكارثه اللي احنا فيها. 4 تريليون قروض ومدفوعات فوائد بأرقام قياسية، كيف تتعامل مصر مع موازنة التحديات؟ ويبلغ الكلام ده كان في 26 إبريل 24 في قناة الحرة، ويبلغ إجمالي الدين العام المحلي وفق آخر بيانات البنك المركزي نحو 4 تريليون 742 مليار في نهاية العام المالي 2019، يعني قبل ثلاث سنين من دلوقتي. ما عندناش يا حضرات، لا نملك أي نشرة من البنك المركزي تخص الدين المحلي من ثلاث سنين. أيام زمان من ثلاث سنين كانت كام؟ معلش رجعها تاني كده، كانت 4 تريليون 742 مليار، ده آخر رقم نعرفه. بعدها بقى في اللي قال ده كان قاعد هنا وتاه، وبعدها اللي قال شافوه بيركب القطر بتاع الساعة 10 اللي بيوقف في المراكز ده، وفي ناس تاني قالت شفناه في القصب، وناس قالت شفناه طالع الجبل بس منزلش تاني. ما الأرقام دي ما سمعناهاش تاني بقى، وغيرها من وعود السيسي اللي لخصتها شبكة رصد في الجراف ده، وأنا بشكر شبكة رصد عليه، ده جراف ذكي جدا. بص كل صورة وكل مرحلة السيسي لابس لبس إيه. في 2014 قال لك لازم أغني الناس، أيوة يا سيدي. في 2014 قال لك اصبروا سنتين وحاسبوني، ايوه يا عيني. في 2016 قال لك اصبروا عليا ست شهور بس، ايوه يا ستموني. في 2017 عقل شويه قال لك انا ما ببيعش الوهم، طب ماشي يا عم.
ف 18 قال لك اصبروا وهتشوفوا عجب العجاب، وبدا العجب بقى. ف 18 قال لك هتشوفوا دوله تانية في 20 30 26 20. ف 21 قال لك انا كنت دايما صادق وامين معاكم. في 22 قال لك انا ما اديتكوش وعيد جميله في 14. في 24 قال لك انا عمري ما وعدتكم ان البلد دي هتتعدل في سنه او 10 سنين. خليها والنبي للبهايم، خليها الأكلة تتكلأ والتبن. طب انتوا لما هتاكلوا كلأ وتبن، المواشي هتاكل ايه يا بهايم؟ ما حرام، عمالين تغتنوا وتعملوا فلوس، بس لا مؤاخذة بتاكلوا أكل البهايم. حضرات السادة، هذا الماضي اللي بدأ يطلع من تاني أصبح مسخرة المصريين على السيسي ووعوده اللي وصلت البلد للحضيض. أنا مش عايز أقول لكم الناس علقت على صفحته إزاي. كوارث. السيسي بيشوف بعينيه تعليقات المصريين زي كده. كوارث. الله، في حفلة هنا. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان. صدق نبينا الصادق الأمين. النزيف وقف فعلا وفي تصاعد كبير في مصلحة المواطن، حتى اكتفت مصلحته ذاتيا بفضل حكمة وحنكة سيادتكم الرشيدة. نعم، وقد توقف النزيف بفضل الله بعد وضع البيادتين. ركبتوا الأسانسير الغلط يا ريس، ده أكيد مش الاتجاه الصاعد أبدا. دي تعليقات الناس على صفحته، دي مش حكاية وطن، ده حكايتنا على الله يا عم الحاج بعد اللي حصل فينا. بجد فعلا يعني مش كذب ولا حاجة، أصل تعبنا من الكذب الكتير قوي اللي ورا بعضه. ربنا يعينك علينا ويعيننا عليك. الوطن بيضيع يا ريس، والعشوائيات بترجع من تاني، ولا حق للمواطن في بلد يا ريس. ايه ما تعمل للجنيه ضمادات علشان لسه هينزف كتير قدامه. ما بقيناش قادرين نصعد معاكم يا ريس، فرهضنا كله. سعدك متشكرين. دفنت الشباب جناب معالي الباشا الرئيس الكبير. انا امبارح ما كانش في جيبي اخر اليوم غير 8 جنيه من 300 جنيه كانت معايا من امبارح. المهم سعادتك، الصبح الكهرباء قطعت عليا الكارت، فسعادتك انا الحمد لله فصلت الكهرباء عندي الصبح الساعه 10 كده، فصلت يعني الولاد صحيوا من النوم، فبصراحه قلت لهم ان النور قاطع عمومي. بنتي الصغيره عندها سنتين ونص، بقى جسمها بيجيب ميه من كل حته. قلت في سري كلمه بس. حصل، والدولار في النازل، حصل كله بقى وراه، ده على صفحته هو. حصل. الله ينور عليك يا استاذي، حكايه وطن باين باين. نزيف ابن احمد ابو جابر، يا ريس الحق ماشي. وهكذا. امال خليتني ننتخبك غصب ليه؟ يا قلبي نور اللي بتقوله. والنبي اتخلى عنا يا ريس. احنا ما نستهلكش بالله عليك، اتخلى عننا. ابوس رجلك. ابوس رجلك. طلقني، ده مصطفى. طب والمصحف رغبتنا. بحبك اصلا يا ريس، من كتر ما بحبك بطفي النور واتونس بيك. ربنا يخليك لينا يا ريس وكل حاجه، بس هي البوستات القديمه بتظهر تاني ليه؟ خير في حاجه؟ في اجماع انك تمشي، ما شاء الله حب الناس ده نعمه. ما هي دي رغبتنا يا بلحه. مهما تقول انجازاتك تتحدث عنك. وعاملة اتنين بيضحكوا. لسه ناوي على الرحيل، تفتكر ملوش بديل؟ سيبنا. ابوس ايدك. الرئيس هسيبكوا ازاي؟ ده انا لسه هطفحكوا التطفيح. مين اللي مجموعنا؟ مين اللي مجوعنا؟ مين اللي مضيعنا؟ يا حبيبي يا مكسيكي.